دا أقولي شد عنهم دا من الوجه غير أقسام عدة عندنا كأنما إحنا حتى مو من ملة أهل الكتاب لهالدرجة ولا حتى كاسيات عاريات ما أعرف هذه الموديلات من الجابون اللي شجع على هذا واللي يدمي القلب اللي هم الحرس اللي بالباب اللي هي اللي واقفة هي عارية واللي واقف هو اللي يتحرش باللي داخله بالكلية فشلون يصير بعد شوف يا بغيرهم بدهم لهذا من الطرف الفلاني خلوا ناس لهم التزام لهم على الأقل دارس مخلص ابتدائية ويعرف حرمة الحرم الجامعي والحمد لله. حتى كان سؤال يعني مختصر هل التسامح بعض؟ لا بالعكس التسامح هو أساس الدين هو قاعدة لابد أن نقوم عليها ولابد أن نأخذ بها وحث عليها مستحيل القرآن الكريم ما يحثنا على الضعف وإنما يحثنا على السن أيضا هي طريقة للوصول إلى الآخر العنف هو طريقة للهروب عن الآخر انت من تواجهه بلكمة تواجهه بلفظه هو راح يحقك مو صحيح راح يصير الحق عليك وما راح توصل للفكرة اللي تريدها لكن بالعفو عنه بالتسامح عنه شوفك انت تجاوزت عليك وجاوز عليك وما رديت بالإساءة أو بالكلمة أو بالضربة أو كذا وقابلت بالتي هي أحسن وقابلت بما يرضي الله سبحانه وتعالى راح يقول لك انت من يا مله من يا دين من يا مذهب كيف انا عملت كذا وكذا وشواهد كثيره في القران الكريم والسنه النبويه ذكرناها انه كيف عفوا هم انبياء فكيف احنا البشر اللي اضعف حق الله سبحانه وتعالى. استاذ الدكتور سعد عبيد أشيد بما قدمت الأخت الدكتورة نوران الساعدي وهي أيضا جرعة من عندها ومبادرة لطيفة أن تعبر عن دور الكادر النسوي في تفعيل مثل هذه المناسبات أو هذه الدورات أو هذه المناقشات الثقافية وهي غناء أيضا غناء في المجال الفكري وغناء في المجال السلوكي. أيضا كنت أتمنى يعني بعد الإشادة أتمنى أن يكون البحث أو ما تطرقت للأخت الدكتور نوال أن يكون بأولا تحديد المصطلحات والمفاهيم فمفهوم التسامح قد يكون هو جزء من التعايش وليس كل التعايش. نعم وأشرت إلى بالأخير بالأخير يعني نعم. عفوا احنا يمكن بالمجال الاكاديمي او كذا ممكن نشير الى انه هذه اللفظه من معناها اللغوي الاصطلاحي كذا نشيرت لها عندي بس ما حبيت اتطرق لها شفت الموضوع يحتاج يعني الى ما هو اهم يعني تمام. نعم. جانب اخر كنت اتمنى ان اكون موجود وهو التبويب يعني قبل ان تبدأين تقولين عندي الابواب الاتيه اللي هي التسامح او التعايش في المجال الاخلاقي، التسامح والتعايش في المجال العملي، التسامح والتعايش في المجال التربوي، التسامح والتعايش في المجال الاسري، تحددين الابواب حتى نعرف انه يا باب اللي غطيتيه بصوره تامه ويا باب اللي اغفلتيه من خلال البحث حتى ما تضيع علينا. وايضا كنت اتمنى يعني ان يكون الاطار اطار مكاني اكثر من اطار الاعمده اللي قلت عليها المجالات، الاطار المكاني وهو ان يتوسع بحسب الافاق. يعني اول ما تبدين التسامح في المجال الاسري وتطلعين لبرا، تطلعين مجال الشارع، مجال المحله، وتطلعين مجال المجتمع ومجال الامه ومجال كذا، يعني اما افقي يعني او عمودي. فكنت اتمنى بهذا الشيء ومع ذلك فانت حضرت موفقة طرقت في مجالات كثيرة خصوصا السلوكية اللي تخدم المجتمع وشكرا جزيلا لمبادرتك ولطفك. شكرا دكتور سعد. سلام. نعم. ممكن اجاوب؟
أحسن بارك الله بك. أنا من باب أنه هو تبويب يعني أنا أعتبرها ورقة عمل، أنا عاملة فيها بحث هذه في مؤتمر كربلاء شاركت به، وعملناه على شكل يعني أنا جمعت الآيات القرآنية اللي فيها دلالة التسامح، وأخذتها من باب تفسير موضوعي، أنه أخذت شيء أي آية لها علاقة بموضوع التسامح وأخذتها في باب مثلا الصفح عن الآخرين، عن صفح عن الآخرين أو تحمل أذى الآخرين أو صلة الرحم وهكذا فيما يتعلق، أو وأخذت يعني الآيات اللي هي مثلت لي منظومة التعايش، أي الآية مثلت لمنظومة التعايش، فسويتها بابين، باب أول تتعلق بالسلوكيات الأخلاقية اللي تتعلق بالأسرة والآخرين، واللي تتعلق بالمنظومة المجتمعية، فلذلك يعني أخذتها من باب يعني قلت لكم تفسير موضوعي، يعني هو اختصاصي التفسير، فأخذت جمعت هذه الآيات والآيات وقارئ ومع الأحاديث من السنة النبوية وجعلتها في فيما يخدم هذه الآية، يعني ما توسعت فيها إنه إلى محاور أخرى ممكن تأخذ، يعني أنا حسبت حساب الحضور والساعة اللي محددة بها الوقت وأيضاً الموضوع أردنا أن نحيط به، فأظن أن انطلقت لكل ما ذكرت حضرتك، بس أيضاً لاحظنا عندنا حالة الميل إلى إنه الاختصاص مو اعتبار أستاذ وكذا، صحيح هذا التنظيم مطلوب في المجال الأكاديمي وكبحث علمي إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. عودون الأكاديميين على الدقة طبعا خاصة بموضوع التعريف، أنت اللي سألتي موجود التعريف هنا، عرفت البداية هو عدم التسامح هو عدم تصعر الوجه، هو اللي سأكيد السيد الطباطبائي، طبعا عدم التصعر هو من مصادر مصداق من مصادر التسامح، حتى أتذكر في تعريف الكلام كلامنا لهون صاحب القطر الندى قال هو استخدم الجنس البعيد ولم وهذا معيب عند أهل النظر، فقال قول مفرد لأن كلامنا لفظ اللفظ يحتمل المفيد وغير المفيد، فهنا عدم التصعر هو من مصادر، والتعريف اللي موجود والشائع الموجود هنا حاليا هو السمح هو السهل وزنا ومعنى، هو هذا الأدب. هو أخذها من باب هي السماحة من باب كرمه ومعناها صار من أهل السماحة، هذه اللي أخذها في لسان العرب، وأما في الإصطلاح هي ترك بعض ما يجب عند الحاجة إلى ذلك وهي المساهلة والسماحة التي تشتمل حتى معنى الجود. كل هذا هو أي نعم هذه ما أخذ أيضا من في تفسير مفاتيح الغيب الرازي موجودة. بس هي زبدة زبدة هو سهل وزنا نعم ومعنى نعم طبعا الرجل رحمه الله بس كلها هي دلالة بالضبط بس ما نقدر نعطي مصداق واحد. هنا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا وليس سمحا حتى يعني سمحا موضوع الحجاب سيد قبل شوية طرقت دكتور بأنه أكو كثير من البنات يلبسن الأزياء هو حجاب طبعا وحتى يشبه ربما بالرهبات وكذا، هنا احنا هم نريد شوية نضيق ما دام هي موديلات موجودة مفتوحة، واعتقد يمكن اذا واحد يصير شوي متشدد كلش ربما يؤدي الى نفور. هسه انا خليني اكمل كلامي، احنا عندنا انت منطلق من منطلق شرعي، الحجاب ما الى صوره معينه وانما له ضوابط، يعني اي مدير اذا خاضع للضوابط فما به اشكال، سواء كانت مقلده كان من يكون، اذا كان ففاض وغير حاكي عما تحت والمسائل الموجودة، فهي ربما يعني الناس ما طول هي ما خارجة عن هاي الضوابط الموجودة، احنا ربما تشدد يولد نفور، آية مرد نخوض بها المخاض شوية كبير. قلت إن الله هي مسافة مجسمة للجسم، هي نفسها بالعكس انه هذا مو حجاب، هذا هم يدعون انه هو حجاب، لا هو مو حجاب، هذا مو حجاب، هذا يعني هذا هو موضوع يعني خارج موضوع، بس قلت لك هذا في مناظرة يعني في برنامج تقول لك انا سامي قحطاني قد مني ولانه باعتبار اكبر مني سنا واستاذي واصافحه، هذا اليوم اللي موجودة بعوائلنا، انا زوجي زوجة أخوه متقبلة من تشوفها والصافحة من تقولها حرام من تقولها فلان هم متعودين مو حرام، هذا عرف اجتماع مهم تقول ما نقدر نضيق علينا علينا نصحح للناس، ترى الحجاب مو هاي المودة تلبس لي الكعب العالي وتلبس لي، أنا ما أريد أضيق عليهم، أنا الآن لابسة براحتي لابسة على المودة، يعني أنا لابسة نفسي
واتمنى اكثر، اتمنى اكثر، لكن هي الناس وما تشتهي تشوف مدير وتشوف الوان تريد الناس، ولكن عليه ايضا مثل ما ذكرت حضرتك في ضوابط. الان هي تلبس وتخلي لي شعرها منها للنص طالع، وتخلي المكياج مكياج مو بس عروسه، وتخلي التنوره ولابسه انه هو حجاب، لابسه جواه ما اعرف هذا شنو، هذا مو حجاب، ما نقدر ما نكذب على نفسنا ولا الحجاب قد الذي يكون ساتر لجميع عوره المراه، ما يبرز مفاتنها، ما يبرز. اذا تعرف الكليات مال التعريف تعوضنا عن الفرعيات اللي ربما ما لها بن. اي بس احنا شنو ما نريد نخلي نفس ثغره انه هذا، وتروح تقتنع وتلبس لي تنوره بالصيفه، وتلبس لي جبه من هاي هسه هاي الخليجيه المفصله على الجسم، هي بالعكس مرات في سواد هو ممكن حتى يجمل المراه، اذا كان مثل هنا ما تلبسه، اذا كان يجملها ما تلبسه، هذا هو حتى من باب الحسن. فالقصد انه المراه هي تعرف انه متى تكون فاتنه ومتى لا تكون فاتنه، اذا لبست هذا الشيء وابرز مفاتنها المفروض ما تخرجه، يكون للزوج فقط ويكون داخل الاسره وداخل. الان اللي نشوفه يقول لك هذه محجبه، يقول لك لكن هي مو محجبه، انا اقول لها احنا نقنعها نقول هذا محجب، هذه موده تلبسيها وتطبقيها، بس انت هي بارزه مقابل الجسم العفوي، هي كلها بارزه، فعلى اي اساس نقول حجاب، وعلى اي اساس تكون حاله هي محجبه؟ فعلينا انه ننصحها، لا من الفكر السياسي الطائفي، ولا إن جعلت من الدين الإسلامي يقف ويتأمل السابق القديم في ولوج الحضارة العالمية والسيطرة بالفكر التسامحي على أفكار العالم والدخول في صلب الديانات المسيحية والنصرانية والمجوسية عكس الأمم الأخرى التي حاربت الديانات والأفكار الجديدة. وكما عرفنا أن البروتستانت حوربت لفترة كبيرة، ما يهمنا اليوم أننا نحارب أفكارنا في أقل دارنا. ماذا تقولون؟ موجودة في وقتنا الحاضر، يعني تلاحظ أن هنالك توجهات تثير النعرات الطائفية المذهبية الاجتماعية فيما يتعلق بالعرف الاجتماعي، فتتطور هذه المسائل كما بدأت في عام 2006 و2007. فاحنا هذه يحتاج لنا احنا نقول ما في حد، يعني هذا المفهوم لم تكن هنالك محاربه لها في الظاهر او صريحا، وانما كانت هي في التوجهات في العمل، انا كذا، انا لازم افعل كذا، لازم اعمل كذا حتى انا اكون، حتى انا غيري، يعني يحاول ان يثبت فقط هو على الساحه. لكن كيف نقول ان هنالك تستر تحت بعض هذه المفاهيم، يعني وراءها تكون بعض الاجندات، يعني بعضهم يقول لك احنا كتله كذا اريد يعني ما نشير الى اي تخندق، ما نثير الى اي عنصريه، ما نثير الى كذا، لكن لما تجي الان حتى هم نفسهم الان هذه التكتلات منصير مساله منصب او كذا يميل للجهه اللي هو يترأسها يميل لها، ولا هذا اللي يكون من هذا الطائفه، يعني يرجع الى الى التخندق او يرجع الى العنصريه اللي يميل لها هو. اذا هذه كانت هذه المفاهيم للاسف استخدمت او استعملت لاجندات قد تكون سياسيه او للحصول على بعض المآرب يعني يحاولون يعني يخدمون بها مصالحهم اللي جاءوا من اجلها. اظن يعني اعطيت جزء من سؤالك او فهم سؤالك الغالي. شكرا لك. نعم. اذا عنده تعليق ما اعرف نعم استغلت يعني استغلال هذه موجوده بالجميع الملابس والمحاضرات يعني
يعني تقال ولكن لا تطبق على الأرض الواقع. بس قلت لك المجتمع الهزة اللي تعرض لها صار خلل في التوازن لهذه القيمة، هي موجودة لكن هو ما لما الخطيب أو المعلم أو من ينصع في هذا المفهوم أو يحاول أن يبثه أو ينشر أنه ما لما إذا المقابل هو لا يطبق هذا المفهوم أو لا يلتزم فيه. كثير الآن في من الناس يلتزم بهذا المفهوم فتجد هنالك من يتسامح مع الزوجة إذا ما أخطأت مع البيت ويوجهها توجيها إيجابيا بدل ما يعامل التصرف السلبي بتصرف سلبي آخر ويزيد مشكلة تأزم بدل أن يحل. شكرا دكتور على البحث. باعتبار طرحت موضوع الحجاب وهو موضوع أساسي في قضية التسامح، يعني يثير جدل بالتشنج والتشدد اللي مثل ما طرح أساس سلام. أنا أعتقد أنه طرح الحجاب اللي طرحتيه مع احترامي للدكتورة اللي تخالف طرح القرآني للحجاب. أنت طرحتي جزء من مباحث الحجاب اللي هو مباحث الستر والستر، يعني في المرأة ما يجب أن تستر وما يجب أن تظهره، هذا جزء من جزئيات الحجاب. الحجاب بالمنظور القرآني إلى شواهد كثيرة بالقول بالحركات كذا. إحنا من نطرح مبحث الستر والستر واقع مشكلة، مشكلة انفعال اجتماعي باعتبار أن المجتمع تقاليده يرفض خروج المرأة هذه الكيفية. هذا الانفعال شولد غياب القصد القرآني للحجاب اللي هو مغزاه مع الشواهد الكثيرة اللي نقدر نطرحها، مغزاه هو حجب أنوثة. لو طرحنا المفهوم القرآني اللي يحجب أنوثة المرأة باعتبارها عنصر أثارة غرائزية مو باعتبارها أنه نمنحها على المجتمع، كان ما طبقنا في هذا الاستفزاز ونقدر نطرحها. أنا لما أضيف أنه يعني كان المفروض إن شاء الله بالمستقبل أشير لها أنه أربط بين الحجاب وبين التسامح، ممكن نشير هو جدا مثل ما قال. لا أحسن أحسن بارك الله فيك، لكن إحنا نقول التسامح هو معناه أو الحجاب هو معناه إنه نمنع المرأة من الخروج من البيت أو مواصلة عملها أو دراستها أو كذا، أو نقول إنه الحجاب هو إنه يخفي أنوثة هذه المرأة أو لا يبرز مفاتنها. إحنا الآن نقول إحنا ننطي مثال إنه هنالك من النساء، يعني مثل بعض نسائنا الآن، أنا من القليلات اللي يذهبن إلى السوق، لكن مرات من أدخل السوق يعني أشوفها وهي وعبايتها، لكن لو ما لابس العباء أحسن عرفت قصدي، هاي ناهيك عن المكياج، أو تدخل بالحرم وهي لابسة العباء وهد فيها، يعني أقول حسبي الله ونعم. فالحجاب يعني لا يصير كل واحد يفسر على مزاجه، هنالك نصوص قرآنية واضحة إنه لابد من المرأة أن تستر عورتها، والمرأة هي كلها عورة، شلون الرجل في مكانات هنالك هي العورة، أيضا المرأة هي أساسا كلها عورة، إلا ما سمح به الشارع الحكيم وما من إظهار في الصلاة الوجه والتكبير وغير سيرت فيها أيضا مسألة خلافية. فالمرأة هي كلها عورة، هي صوتها عورة المرأة، زين نقول لك حجاب وكذا والقفقة والصوت كل في أمور كثيرة نقول المرأة عليها أن ترجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى فقه أهل البيت عليهم السلام وشوف لاحظ ما هو الحجاب. فلا يعني الحجاب مجرد أنا ألبس هذا الرداء، وليس كما ذكر الأخ هو مجرد اتصال محدد أو لون محدد، وإنما هو الالتزام بضوابط الحجاب. بارك الله فيك. السلام عليكم. مايك قريب على الدكتور. ولا تسمعوني؟ شكرا جزيلا. شكرا وطلنا على الدكتور صراحة الموضوع ثري جدا. شكرا لك عندما تقربت إلى قضية صلة الأرحام و. التقسيم الإلهي الحقيقي بالإرث، هذا احنا نحتاجه الآن وقد غيب هذا الحق. ثم شكرا لك عندما تطرقت إلى قضية الفن ومحاورتك للفنانات
الآن عندنا بالعراق، نحن بحاجة إلى فن مش إلى بئس، ولكن يكون الفن هو ملتزم ومو صيغته هي الصيغة اللي اعتدنا عليها ونشوفها الآن على الفضائيات. نعم بحاجة إلى نجمات في المسرح وغيره على غرار بعض الدول الإسلامية الملتزمة. ثم هناك دكتور العفو الإخواني سمعوني، أسطوانة نرددها جميعا على أن تواجد طلاب التحالف في العراق 9/4/2003 هو الذي أوجد الطائفية. هذا أنا وأنتم ربما نراه مجانبا للصواب، لأن الطائفية قد حكمتنا في بعدها التاريخي أكثر من 1000 سنة، وفي بعدها القريب السياسي من 20 عندما تألفت أو تكونت الحكومة العراقية. نعم ربما نوقل في الطيبة وفي محاولة جلب الآخر على أننا كنا متماسكين طائفيا، لكن ثقوا أنتم أدرى مني بأننا منذ ولادتنا كشباب وعندما كنا نسير كنا مضطهدين طائفيا بصراحة، وكانت قلة التحكم فينا لا الاستعمار البريطاني جابها أو الأمريكي 100%، ولكنها قدر ألم بنا منذ 1000 سنة. فعندما نتحدث مع الآخرين بعضهم يريد يكون الحديث وردي فيكون إنه الأمريكان هم اللي جابوا الطرفية، نحن علميا وتاريخيا نقولهم لا، كانت خطأ كبيرة ارتكبت من قبل طائفة صغيرة تتحكم في مصير طائفة كبيرة، وكان وجود الأمريكان هو مبرر حتى يقتنعون وما يدسون السم بالعسل. وشكرا لكم. فالتفسير الموضوعي يعني اكيد يعني طرحنا احنا، وايضا موجوده في كثير من الطروحات والدراسات. وبالنسبه للتفسير الموضوعي طبعا انا درست هذا ما يتعلق بالتفسير الموضوعي للسيد محمد فاضل الصدر، درست ما يقارب 2 أو 3 سنين في جامعه الامام الكاظم عليه السلام، كنت أعطيهم محاضرات فيها فدرست هذا الموضوع. أيضا نتطرق للعفو لأن الآن اختصاص عندنا تفسير موجود فعالي أدرس في خلال أحوال شخصية، فعندنا أيضا يتطرقون في علم التفسير يتطرقون إلى هذا التفسير الموضوعي، وأيضا نشير إلى هذا الكتاب وإلى هذا النوع من كتب التفسير. والآن نلاحظ روح الموازنة موجودة في التدريس، يعني الآن أنا أدرس في مادة فقه الأحوال الشخصية لنظام الدين عبد الحميد وعبد الستار، أجد لما يأخذ المذهب الشافعي والحنفي والمالكي يقف عند الشيعة الإمامية لا يذكرون. إحنا كيف داوينا هنا الجرح وكيف داوينا النقص؟ إنه نعطي مثلا واجب للطلبة ونعطي مثلا 3 درجات 4 درجات تراجعنا إلى كتب الشيعة الإمامية ونشوف شنو رأيهم بهذه المسألة، أو نرجع لها إحنا مثل من مصادر أخرى ونتطرق لها. إذا وأيضا إحنا الآن في مجال كتابة، يعني ما زلت في الكتابة إنه أعمل، هو ليس من باب التعصب بس من باب رد الحق إلى أهله، إنه أعمل هذه المذاهب إنه أأتي بها من مدرسة أهل البيت وأنزل إلى المدارس الخارجية. المدارس الأخرى هي التي أخذت العلم من أهل البيت عليهم السلام. أنا ليش أتطرق للشافعي والمالكي والحمل ومن ثم أقول عند الإمامية؟ ليش هالغبن هذا؟ خلينا نصحح هذه المناهج ونرجع نقول هذه مدرسة أهل البيت هي اطرقت بهذا الموضوع واطرقت بهذا الفكر واطرقت بهذه المسألة ورأيها بهذه المسألة كذا وكذا، ومن ثم أطرق إلى، هو ليس غبن وإنما هو التسلسل الموضوعي الحق في هذه المسألة. فإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا ونكمل كتابنا اللي هو في مازر في مرحلة الجمع والكتابة. معكم.
الشطر الثاني الاول اللي هو يعني تجاوزته بالنسبه انا ما استطيع انطيك صوره او انطيك جواب خالص انه هنالك اسلام حقيقي او حقيقي، لكن لاحظت يعني كانما المجتمعات يعني الانظمه السياسيه هي اللي تحكمها، هي اللي تحكم يعني نقول يعني تسييس الدين هنا صار. يعني مثلا تدخل في مصر والله احنا نشاهد الافلام شكل، لكن الشاهد الالتزام الديني عندهم شكل موجود. تجد مثلا في تونس لا، قول فرنسا مو تونس مو ذلك الدين الحقيقي. بس مساله انه اشير لها فقط اهل البيت، مدرسه اهل البيت ما لها اي ذكر او اي علم، فقط قران والصحابه الاربعه المعروفين، غيرهم ما معروف اي احد. ما معروف. تجي مثلا يوم الجمعه مثلا نعطيهم تجد اللباس يرتدون اللباس الابيض وكذا لصلاه الجمعه في ليبيا. هذه أكثر الصلاة، غير الأيام ما أقدر أني أحكم على المجتمع كله، بس الأكثرية ما يؤدي الفرائض، وتجد يأخذ من مال الدولة يقول حلال، يأخذ سلفة ما يرجحها، يأخذ مال الغريب، مثل هذا الغريب يقول أنتوا تأخذون فلوسنا وتأخذون كذا، يا رب إحنا ندرس جامعاتكم وسوينا، والله كان جدول دروس ما يعرفون يسوون، جدول ما يعرفون، يعني سوينا لهم نظام إداري التزمنا امور كثيره، يعني امور كثيره اداريه ما يعرفوها علمناهم اياها، وامور اجتماعيه اكتسبوها من عندنا، يعني امور كثيره حتى في مساله الغذاء، مساله الغذاء فرق. فجد مساله الصلاه يؤدي الصلاه، لكن قلت له بيعرف شيء عن اهل البيت عليهم السلام؟ يطبق هذا الاسلام، يطبق هذا الدين في اخلاقياته؟ يعني هو يستحل مال الغريب، يقول لك هذا مال غريب، اذا دين من غريب ما يرجع، يقول لك حرام. على العموم هذه مو رؤية شاملة للجميع، لكن هذه الأصناف اللي لاحظتها أجد أن الصورة واضحة والله العظيم، بس مو تعصب، هي عندنا هنا في العراق، يعني الروح الدينية روح الإسلام الحقيقية هي موجودة، هي عبارة عن منظومة إسلامية واجتماعية وثقافية وعلمية، هي موجودة. تجد الإنسان عندنا مثقف عارف بعلوم كثيرة، وتجده ملتزم، وتجده هو طبيب، وتجده فنان، وتجده معلم، وتجده عامل، وتجده كل شيء، يجيد كل شيء الإنسان العراقي. لذلك والله العظيم لولا سياسة النظام الفاسد يعني كان العراقي يحلمون يشوفون عراقي، ومن الناس كانوا يسجدون يعني سجود الله سبحانه وتعالى احتراماً للعراقي. نسأل الله أن تعود الصورة إن شاء الله، ويكون المثال العراقي هو قدوة لجميع المسلمين. باسم داخل طرقت على الرؤساء اللي هناك بالخارج. نعم. الأساس لهم هم المذاهب الإسلامية. نعم. طالعين على المنهاج مالهم عقيدتهم. نعم. من ضمن عقيدتهم ثابته المذاهب الاربعه لا يجوز الخروج على الحاكم ان كان كافر او نعم. طاغي نعم. هذا كله تاسيس من قبل، ولهذا شوفين الانسان الواصل المرحله الشيخ جامع الازهر ولا نعم. المفتي يكون جنب الحاكم، ولهذا يلقى السماح للحاكم اكثر ما هو كل هذا تاسيس الدين. يعني احنا لما يجيبون لنا عقد العمل العقد واحد منهم مثل منصف معانا او احنا مساعدين بحث او فشي يقول لي يا دكتوره انت شنو؟ اقول له مسلمه، لان وصلنا جماعتنا. يقول لي لا انت شنو؟ قلت له مسلمه. قال لي لا، اذا كنت شيعيه اكتبي شافعيه، لا تكتبي شيعيه، طرد ما يقبل. يعني لهالمستوى احنا كنا محاربين. فقلت كل ما اترك الحق الفارق ترجع لي الاستمارة، كل ما اترك الحق الفارق ترجع، ما اقدر اكتب انا، هذا اعتزاز المذهبي. لكن شوف التخندق اللي عندهم وشوف تسييس الدين، يعني على المذهب المالكي ماشيين، على المذهب المالكي ما تمشي على غيرها، على الشافعي. اذا تجيب لهم مساله الشيعه او كذا كان عندهم سبحان الله قد اخزاه الله في الدنيا ولا
مدري في الآخرة الله أعلم، إنه كان يعني يسمون يعني هذا الالتزام عندنا وكذا يسمونا بالزنادقة، يعني من أن الناس كن الحجاب كامل وكذا وهذا زنادقة، لابد عندهم اللبس كان كيفية الآن الآن دا لاحظها الآن في واقعنا اليوم اليوم كنت أقول إحنا ما عندنا أي شيء حجاب ما موجود هذا الحجاب ما موجود عندنا الآن اللي شفته في جب تونس شفته الآن هنا ليس عندنا مال الربطة مال أمور كثيرة الآن هي غير صحيحة بس تبقى هي التوجيه الأسري هو اللي يحكم وإلا غير ما لا كتاب ولا أي شيء. وأفعال بعض أتباع بعض التيارات الإسلامية. لذلك هذا الموضوع ولد هو أن يثار العراق قبل أن يأخذ مجال ضمن الجانب الأكاديمي والشؤون الإسلامية. نأخذ السؤال، من أجل المسلمين يتعاملون بالتسامح ويتعايشون في سلام مع غير المسلمين ولكن يتقاتلون فيما بعضهم فما السبب وكيف مع ذلك الحال؟ هو هذا اللي يتمسك بمسألة التعصب واحنا كنا لابد ان نبتعد عن هذه المسألة اللي يقول كأن الله سبحانه وتعالى يعصبه بعصبة من نار كنا في من تعصب لكن يقول التعصب للمذهب للمبادئ للقيم هذا هو وارد ولكن كيف نظهر هذا التعصب هل نظهر بطريقة هجومية أم بطريقة مرنة وسلسة وإحنا الآن عندنا مسألة مهمة إحنا كيف نوصل رسالتنا للآخرين يعني كيف أريد نفهم الآخرين إحنا مو إحنا بالصورة اللي تفهموها إحنا إنه مذهبنا هو مجرد بكاء ولطم وكذا لا لا مو هذا مو هذا مذهبنا هو الدين والالتزام بهذا الدين بجميع أركانه وشروطه ما عندنا غيره يعني أهل البيت عليهم السلام هم اللي شربوا من هذا الحوض فما طلعوا عنه فهو هو أهل البيت وليسوا بغريبين عن القرآن الكريم هم القرآن والقرآن منه فما في مسألة خلافية بيناتهم فما في فرق فمن قسم احنا للأسف نلاحظ حتى بعض الأكاديميين هو من يثير هذه النعرة بين الطلبة هذا هو من يثيرها يعني بعض الطلبة يعني مرات في بعض الأمور بعض المسائل ما تقدر تطرحها بما يعني تعتقد أنت عندنا تعليمات من الوزارة أنه هاي قد تثير مشكلة وتثير نعرة فابتعدوا عنها فاحنا بنحاول نوصلها للطالب يحاول يوصل لي فكره ولكن بالاسلوب المرن اللي حتى لان احنا عندنا من فئات مختلفه فما اقدر انا يعني ما ادرس الحوزه حتى احصرح في مجال محدد واظل لا انا حتى انا اريد اقسم الاخر اذا انا اريد انوره اريد انصح اريد يكون في صفه وانت ايضا تكون في صف الاخر لان احنا واحد سواء كان من الطائفة الفلانية أو الفئة الفلانية أو إحنا كلنا ديننا واحد إلهنا واحد ورسولنا واحد وصدقوني ما أنا ما أعرف يعني في أمور كثيرة لكن أقول ودائما أقولها للطلبة إنه لا تصح صلاة ولا صيام ولا عبادة أي إنسان من عاد أهل البيت عليهم السلام كيف تصح دينه وهو يسب فلان وفلان من أهل البيت عليهم السلام فهذه المسألة حتى الأستاذ عندنا بعض الأساتذة يعني حتى هو يطلع الفضائيات وعنده كذا وكذا لكن شوف الآن هو في صراع معانا بحيث إحنا حتى سلام ما بيناتنا حتى كلام ما بيناتنا نبتعد عنه
كأنه هو فقط الشيعي وإحنا من 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 عالم آخر. أنا أوصل مذهبي، أنا أخدم مذهبي، لكن مو بالأسلوب الهجومي والعدواني اللي أكره الآخرين ضدي، وإنما وجادلهم بالتي هي أحسن. ما أني هاجمه وأخلي موقف عدواني، يعني كيف حتى أطيل النقاش معه حتى أكسبه؟ خلي أتناقش معه ووحدة وحدة بالتدريج، مو أحسن أنت تسبه وتشتمه. ووصل أحاديث كثيرة لو ترجعوا لها إنه عدم الشتم وعدم السب وعدم أمور كثيرة هذه. إحنا صح مختلفين معهم، بس خليني أكون معاه في مسائل أنا فيها اتفاق معه، ومن ثم أأتي على المسائل الخلافية وواحد واحد بحيث لا تنقطع إلى قطع. الآن عندنا بعض الناس قلت لك هو أكاديمي، خلى حالة عدائية بينه وبين الطلبة، حالة عدائية بينه وبين الأساتذة. هو هذا رسالة الدين، هي تقول هيجي الإنسان هو المعلم والمدرب، هو صاحب رسالة، هو ترى غير الموظف العادي. فعلي أن يحسن أداء رسالته، وعلي أن يحسن الطرائق والأساليب. الآن ولو أطلت الكلام، الآن أنت في تعاملك في الأسرة تعاملك مع ابنك غير تعاملك مع ابنك، ومرات اثنين عندك بنات تجد ممكن احدى البنات تفاهمك وياها اكثر من البنت الاخرى، اذا كل شخصيه والها اسلوب ممكن تتعامل معه، فالاساليب مختلفه، انت شوف المقابل شو اي الاسلوب ممكن انت تتسبب فيه، تتعامل معه، اي منهج تتبعه معه، لا دائما يكون طريق العنف. شكرا دكتوره نبار. حقيقة سؤال يقول لماذا لم تدعو أساتذة من جامعة الإمام الكاظم أساتذة في هذا المجال رائعين في حوار سامة القرآن الكريم والأخوة أحد طلاب الجامعة؟ والله إحنا السيد أمير إحنا تدري تجي لنا واحد من جامعة الإمام الكاظم، يعني إحنا ما حد اتصال بهم مباشرة، يعني أي ممكن تكون أنت الواسطة. ما هو فرق، هو أكاديمي وإحنا مو فقط انت يمكن اعتبرتها لان جامعه الامام الكاظم عليه السلام، الان ايضا جامعه بغداد نترك شيء من تراث اهل البيت عليه السلام، واي نقص في مناهجنا احنا بالصد الى، احنا دائما نذهب الى مكتباتنا والى حتى مرات طلابنا يقول لنا عندك كتاب الكافي، عندك كتاب المسائل، عندك كذا، عندك حتى لو ما عندي الجأله انا اطلب العلم، حتى صدقوني من اضعف الناس ومن حتى من المجنون ما اخجل، اقول له عندك كتاب فلان ولا ابقى جاهله انا واوصلها للطالب وخلي هو يدعمها. فمو ما في فرق، اذا انا حتى اشجعكم حتى لو اساتذه والله العظيم حتى لو من جامعة الأنبار، فلوجة، من النجف، من كربلاء، خلوا هذه الدار، خلوا يعرفون إنه دار الحسين هي دار للعراق كله وللإسلام كله، ما تعتمد لا على جامعة محددة ولا على مؤسسة، لأن دار الحسين لكل العراق وليس لجهة محددة، حتى توصل الرسالة إن شاء الله. لا لا عادي عادي. هو السؤال جاء قبل أن نطلق الترجمة. نعم، الأخوان ذكر المحاضرة أو النبرة القادمة راح تكون حول المدارس الأهلية، المدارس الأهلية وتأثيرها في المجتمع. حتى تقدم اسم مؤسسي ورواد والفضول دار الحسين الفكرية للدكتور الغالي ساعدي على مساهمته في هذا النشاط وإثارة موضوع التسامح وتسليط الضوء على كافة خصوصيات التسامح والتعايش السلمي والأدلة والبراهين الموجودة لديها. الآن ندعو الدكتورة سمية لتقديم درع الدار وهدية الدار. فقط قبل التسليم الدرع أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أنه سنحت لي هذه الفرصة، ومن باب الصدفة يعني أنه يكون هذا اللقاء في هذه الدار، لكن أي دار قد أغنتني بهذا الجمع الكبير من المثقفين وبهذه الأسئلة القيمة، فأنا سعيدة يعني أكثر منكم، وسعادة تثلج قلبي بما رأيت من أناس عندهم تمسك وعندهم حرص وعندهم حب وشغف لهذا العلم ولتراث أهل البيت عليهم السلام، فجزاكم الله خير، وأنا ممتنة لكم مدى عمري لهذه الجلسة القيمة، وبارك الله فيكم. Thank you.
الله.